يجدد الترحيب بضيفي الرائد أحمد علي عامر مدير إدارة الإعلام بالمنطقة العسكرية السادسة. ما مستجدات المعارك وكيف دارت خلال الساعات الماضية وما الذي تكبده العدو خلال هذه المعارك هناك؟ طبعا أخي العزيز، هناك طبعا المعارك على طول الخط المنطلق من رغوان، من جبهة رغوان المتجه إلى الجدافر إلى دحيضة إلى الخط الدولي، طبعا دحيضة وما جاورها. البارحة طبعا كانت قوات الجيش الوطني سيطرت على مجموعة من الطقومات التي كانت عابرة الخط الحدودي أو الخط عفوا الدولي، في حدود أكثر من 30 طاقم سيطرت عليها، كانت متجهة إلى الميليشيات. كذلك هذا في الخط الدولي الذي يؤدي إلى الرويك. أما هناك في رغوان كانت هناك مفاجأة كبيرة طبعا خلال الأيام الماضية، كانت عبارة عن صد، لكن الأبطال حاولوا أن يستدرجوا الميليشيات ويوقعوها في فخ، فقتلوا أعداد هائلة. مستشفى الحزم يمتلئ الطواريد التي في مستشفى الحزم بالجثث المترامية، الجثث التي ملأت طواريد مستشفى الحزم. أما اليوم ولله الحمد طبعا هناك أبطالنا تقدموا في جبهة العلم وسيطروا على أكثر من 4 مواقع إلى أن وصلوا إلى ما يحاذي جبهة دحيضة. مع تقدم طبعا هذه التقدم بقيادة اللواء الركن عمر سجاف، وأما التقدم الآخر للواء الركن قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي، فكان هناك تقدم على دحيضة والسيطرة عليها. طبعا معنويات الأبطال معنوية عالية جدا، محاولات بائسة من الميليشيات سواء في الجدافر أو في رغوان أو في غيرها من جبهات المنطقة العسكرية السادسة. هناك في شرق الجوف في تقدم كبير جدا، وهناك في الأيام القادمة، ولا أقول في الأيام القادمة ولكن أقول في الساعات القادمة بإذن الله تعالى سيكون هناك أخبار تسر. هناك تغيرت استراتيجية المعركة خاصة في اتجاه شرقي الحزم، بأن المعركة اتجهت وانحنت منحنى آخر وهو منحنى التقدم والسيطرة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. الرائد أحمد علي عامر، يعني ما زال الحاكم الإيراني العسكري يعني يحشد يعني أتباعه ويعني يدفع بمن يسمون بعقال الحارات أو مشايخ لا يرعون بالناس إلا ولا ذمة، ليكذبوا على الناس بأنهم قد وصلوا إلى مأرب والمجمع وأن المسألة بالنسبة لهم سهلة، ويشترون رؤوس أبناء المواطنين بثمن بخس ليتاجروهم مع هذه الميليشيات. هذه الحشود التي ما زالت مستمرة وهي قائمة بالنسبة للحوثيين، كيف تواجه اليوم من قبل الأبطال ومن قبل الحشود أيضا التي تأتي لإسنادهم؟ طبعا أخي الكريم، أقولها بصريح العبارة، إننا في آية من آيات الله، أن هذا الجيش ثباته ثبات أسطوري. هذا الثبات الأسطوري لعل كثير من هؤلاء الأبطال المتواجدين في الجبهة نختلط بهم ونجد أن معنوياتهم عالية. تجد من زياراتك المتكررة ومن زياراتنا المتكررة إلى الجبهة تجد هناك الجثث متناثرة للميليشيات. طبعا أخي، من خلال التواجد الكبير والزيارات المستمرة وتواصلنا كذلك بقيادة المنطقة، وجدنا أن هناك فعلا هناك نسق وهناك ترتيبات عالية جدا، وهناك كذلك معنويات عالية، وهناك اندفاع من أبناء سواء من أبناء محافظة مأرب أو من غيرها المتواجدين في مدينة مأرب أو الساكنين والقاطنين في مدينة مأرب، اندفاع كبير بالتعزيز لكل الجبهات سواء جبهات الجوف أو جبهات مأرب كالكسارة وغيرها من الجبهات. أقول هنا طبعا مهما حشدت الميليشيات إلا أنه هناك في عناية إلهية، المقاتل يقاتل ويقتل، لكنه في أناس يقتلون من غير هؤلاء المقاتلين.
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نقول هناك رائد إلهي لهذه المعركة. نعم، الرائد أحمد علي عامر مدير إدارة الإعلام بالمنطقة العسكرية السادسة، شاركتنا هذا الحوار، شكرا جزيلا لك.